أيام قليلة وتكمل الحرب الروسية الأوكرانية عامها الأول. حشد عسكري روسي واسع في 21 من فبراير من العام الماضي كشفته الأقمار الصناعية. بعدها أعلنت موسكو من جانبها إجراء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا في 24 من فبراير فيما عرف بعد ذلك بالحرب الروسية على أوكرانيا. ثم تولت محطات الحرب التي وضعت العالم على بعد خطوة واحدة غير محسوبة من الإبادة الجماعية. أيام قليلة أيضا ويكون قد مر على الحرب العالمية الثانية 85 عاما. حرب انطلقت شرارتها الأولى في مارس عام 38 بغزو هتلر للنمسا دخلتها الولايات المتحدة. استمرت الحرب العالمية الثانية 6 سنوات استعمل فيها السلاح الذري لأول مرة في التاريخ. حصدت أرواح 17 مليونا من العسكريين وأضعاف هذا العدد من المدنيين. سؤالنا الآن، كيف تشابهت الحرب الروسية الأوكرانية مع الحرب العالمية الثانية؟ طرحنا هذا السؤال على الدكتور علاء الموسوي أستاذ التاريخ المعاصر وكانت إجابته بهذه الطريقة، فلنشاهد. الإجابة على هذا السؤال الذي أستطيع أن أعيد صياغته في سؤال أنه بين الحرب العالمية الثانية والحرب الروسية الأوكرانية هل عاد التاريخ نفسه؟ كما هو معروف أن الحربين وقعا في قارة واحدة نفسها التي هي قارة أوروبا. في الحرب العالمية الثانية التي كان سببها المباشر هو غزو القوات الألمانية الأراضي البولندية بأوامر من هتلر في شهر سبتمبر عام 1939، بينما في الحرب الروسية الأوكرانية كان سببها المباشر هو غزو القوات الروسية الأراضي الأوكرانية بأمر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. في الحرب العالمية الثانية كانت بولندا ضحية الصراع بين الدول الكبرى، كانت تسمى حينذاك اللي هي فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا بزعامة هتلر، وفتح عليه جبهة وإشغاله بهذه الجبهة وتوريطه وإنهاء قوة ألمانيا. بينما في الحرب الروسية الأوكرانية كانت بين الغرب الذي يسمى حاليا بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية وإشغالها وفتح عليها هذه الجبهة لإبعادها عن جبهة سوريا ومباحثات ومفاوضات برنامج إيران النووي وكصراع ومنافسة على زعامة العالم والنظام الدولي والتفرد به بين الولايات المتحدة الأمريكية من جانبها. وفي الزمن الحرب العالمية الثانية من جانب بريطانيا ومن ثم الولايات هذا عن تشابه الحرب الروسية الأوكرانية مع الحرب العالمية الثانية، لكن ثمة سؤال، هل يمكن أن تتشابه النهايات كما تشابهت البدايات وبعض التفاصيل أيضا؟ فالحرب العالمية الثانية استعمل فيها السلاح الذري وأودى بحياة الملايين من البشر، وفي الحرب الروسية الأوكرانية لا زال التهديد باستخدام السلاح النووي كما تشاهدون، الذي إذا استخدم ستكون عاقبته كارثية بكل المقاييس، وذلك بحسب خبراء ومختصين كنا قد سألناهم في حلقة سابقة وكانت إجاباتهم على نفس هذه الشاشة أنهم لا يتوقعون استخدام السلاح النووي بالرغم من التهديدات التي لا زالت مستمرة حتى الآن. طيب، إذا كانت الحرب العالمية الثانية استمرت 6 سنوات، فكم تستمر هذه الحرب الدائرة الآن، الحرب الروسية الأوكرانية، ومتى يمكن أن تنتهي؟ هل يشهد عام 2023 نهاية الحرب الروسية الأوكرانية؟ طرحنا هذا السؤال على الأستاذ أسامة الملوحي الباحث بالعلاقات الدولية وكانت إجابته هكذا. حقيقة أولاً ستنتهي هذه الحرب لصالح دول الناتو، لصالح أوكرانيا، لصالح كل الدول الغربية التي تحارب فعلياً بمئات
الخبراء العسكريين داخل أوكرانيا وخارج أوكرانيا ضد روسيا. طبعا هذه الحرب ستنتهي ضد بوتين ضد روسيا إلا إذا هذه الحرب حرب معلوماتية فيها عشرات الأقمار الصناعية، فيها في البداية كان الأسلحة الدفاعية المتطورة ضد الدروع ضد الطيران وفعلت فعلتها حول كييف وفي مناطق أخرى. اليوم نتحدث عن أحدث الدبابات الهجومية تزود بها أوكرانيا، وننتظر الربيع القادم إلا إذا قام بوتين بالتهديد والاستعداد لضربات نووية تكتيكية داخل أوكرانيا لضرب 4 أو 5 مدن أوكرانيا كبرى، لطبعا تدميرها وتدمير عشرات الكيلومترات من حولها. لن يكون هناك تأثير قوي في هذه الحرب النووية التكتيكية ضد دول الجوار، وسيكون الغرب إذا هدد واستعد بوتين لمثل هذه الحرب التكتيكية سيكون هناك أمام الغرب قرار صعب للغاية. لن يتخذ الغرب بكل دوله قرار المواجهة العسكرية النووية العظمى بحرب عالمية كونية لا تبقي ولا تذر، وسيضطر الغرب عندها بالدخول في تسويات تبقي الأراضي التي احتلها بوتين إلى الآن مع جزيرة القرم عنده، وسيخرج بوتين بين قوسين منتصر حسب الدعاية الروسية المستمرة. طبعا الغرب دائما يحضر ويحاول التحضير وترتيب لانقلاب عسكري داخل المؤسسة العسكرية وغير العسكرية الروسية في الدولة العميقة، ولكن الصعوبة تكمن في تأمين انقلاب يعني يطيح ببوتين وينهي الحرب. هذه الصعوبة تكمن في أن بوتين هو يعني كان في عمق الدولة العميقة الروسية، كان من جهة استخباراتية يعني قوية جدا كانت تهيمن على الدولة العميقة الروسية، فلذلك يصعب تنفيذ مثل هذا الانقلاب الذي تسعى إليه الدول الغربية بشكل حثيث إذا لم يحصل هذا الانقلاب ولم يحصل التهديد والاستعداد لحرب نووية تكتيكية. فلن تنتهي الحرب في 2023، ستستمر لسنتين على الأقل، ولكن نهايتها ستكون ضد بوتين الذي أدخل روسيا في حالة دمار. إذن قد تستمر الحرب عام أو عامين كما قال لكم الأستاذ أسامة. قبل 4 أعوام من الآن وبعد وصول دونالد ترامب إلى مقعد الرئاسة الأمريكية، قال كثيرون بأن الحرب العالمية الثالثة باتت على الأبواب. وحين صدر كتاب الأمريكي مايكل أولفو أو مايكل وولف، الكتاب اسمه نار وغضب، تحدثت بعض الصحف البريطانية أن نسبة كبيرة من المراقبين للمشهد الدولي والعالمي أكدوا أن الحرب العالمية الثالثة مسألة وقت وليست مجرد احتمالات. ها نحن بعد 4 أعوام نطرح ذات السؤال، هل باتت الحرب العالمية الثالثة على الأبواب وسط حرب دائرة بالفعل بين روسيا وأوكرانيا وأمريكا وأوروبا من طرف أو هم فيها طرف، وسط مشاحنات واحتكاكات من حين لآخر بين الصين وأمريكا، في ظل التوترات أيضا بين كوريا الشمالية والجنوبية، بين تجاذبات بين الصين وتايوان. السؤال الآن، هل باتت الحرب العالمية الثالثة مسألة وقت؟ هذا السؤال طرحناه على الدكتور مجدي خضوري الباحث في العلاقات الدولية، وكانت إجابته بهذه الطريقة. استبعد قيام الحرب العالمية الثالثة في الوقت الحاضر كون ان هذه الحرب لو اندلعت فلم تندلع ضمن حدود اوروبا او روسيا، وانما تندلع في مكان اخر ابعد قد يكون في بحر الصين. كون ان الاطراف المتنازعه السابقه بالحرب العالميه الثانيه اتفقت فيما بينها ضمنيا على ان لا يكون حرب في اوروبا على الاقل 100 سنه قادمه، لما جرت لها من كوارث من بيئيه واجتماعيه واقتصاديه، وكذلك من ضحايا، حيث ان مجموع الضحايا اللي تم ما بالحرب العالميه الاولى والحرب العالميه الثانيه ما لا يقل عن 70 مليون نسمه من اوروبا وروسيا. فذلك أعطى مبرر لزعماء تلك الدول بأن لا يكون هناك حرب ضمن المدى القريب على الأقل 100 سنة قادمة من عام 1945. وكذلك
لو نلاحظ بأن الروس وعلى رأسهم بوتين عندما تدخل بالحدود مع أوكرانيا لم يقل هناك حرب مع أوكرانيا، قال هناك تدخلات عسكرية لمنع تمدد حلف الناتو من الحدود الغربية لروسيا. هذا الشيء اللي قاله ليس قال حق، لكنه كان يلوح بالأسلحة النووية وغير ذلك، وهي هاي عبارة عن تسويق لغرض الضغط على حلف الناتو، أو حلف الناتو يضغط على روسيا من باب العقوبات التي حطت عليه. فالحرب جدا مستبعدة في الوقت الحاضر مع الأطراف المتنازعه. إذن يعتقد الدكتور مجدي أنه إذا حدثت الحرب العالمية الثالثة فستكون خارج حدود أوروبا وروسيا. في نهاية هذه الفقرة يتبقى سؤال، في حال حدوثها لا قدر الله، أنتم كيف تستعدون للحرب العالمية الثالثة؟ دمتم سالمين.